السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن بعض المعلومات عن طريق الهجرة العالم اللي عم بروحوا من طريق ليبيا على إسبانيا، من البحر من ليبيا لإسبانيا. مثل ما بتعرفوا الوضع بليبيا في حرب وفي عصابات مسلحة وفي هنيك مافيات، فلذلك حبيت ساوي هذا الفيديو أعطيكم بعض النصائح والمعلومات. أجاني بعض المعلومات عن شخصين اتنين هن بليبيا عم بيعملوا عمليات نصب واحتيال على المهاجرين، الشخص الأول أحمد علوت والشخص الثاني محيي الدين، عبده محيي الدين أو محيي الدين. هدول الشخصين أي شخص عم بيتابع هذا الفيديو عنده معلومات عندهم يكتب بالتعليقات عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من المعلومات عن هدول الشخصين. يعني في عمليات نصب واحتيال على المهاجرين هنيك بمبالغ ما بيتخيل العقل نهائيا، عمليات نصب كتير كبيرة. في شخص انا بعرفه هلا حاليا انا بدي اخذ منه المعلومات الكاملة لقصته، انتصب عليه هذا الشخص، انا بعرفه شخصيا، انتصب عليه مبلغ 6500 يورو عن طريق هدول الشخصين. طبعا مو بس لحاله، في معاه عالم أعداد كتير كبيرة من الأشخاص منصوب عليهم من عن طريق هدول الشخصين. طبعا جنسيتهم حسب ما ورد إلي إنه هن سوريين، لكن شو هن بالضبط ممكن يكونوا غير سوريين، بس أنا اللي بعرفه إنه هن سوريين وهن كراد، فناصبين على عدد فوق 100 شخص مهاجر كانوا بدهم يطلعوا من ليبيا باتجاه إسبانيا. فديروا بالكم من هيك عمليات احتيال ونصب، لاني بليبيا وبالجزائر وبتونس بالدول العربية يلي عم يطلعوا من عن طريق البحر على ايطاليا واسبانيا في قصص هيك شي كتير كبيرة. بنهاية هذا الفيديو رح تشوفوا صورة ل 17 شخص اكراد، هدول تقريبا من اقل من شهر صارت قصتهم هاي القصة، انه هن طلعوا من ليبيا بقارب، هدول ال17 واحد طلعوا باتجاه ليبيا بأحد القوارب، لكن بعد ما قارب صار في البحر اختفى. تقريبا صار لهم أسبوعين أو تقريبا أسبوعين مختفيين نهائيا، فكل العالم أقربائهم وعائلاتهم مفكرين إنه هن غرقوا بالبحر، مو عارفانين عنهم أي شيء. المعلومات إنهم مفكرين إنه هن غرقوا، لكن اليوم أو مبارحة اتصل معلومات بانه هذا القارب تم اختطافه من المافيات اللي موجودة بليبيا، مختفين هدول الاشخاص وعم بيتواصلوا مع عائلاتهم عم يطلبوا فدية لاطلاق سراحهم. فكل شخص حابب يروح على ليبيا او على الجزائر او على الدول العربية عشان يروح بحر يدير باله من قصص المافيات، لان كتران بشكل كتير كبير هنيك المافيات عم تنصب على العالم اللي كان برضاهم اللي كان غصب عنهم. ديروا بالكم على حالكم، وان شاء الله بالفيديوهات القادمة هدول الشخصين رح نجمع عنهم معلومات، وكل حدا ناصب عنه، كل حدا منتصب عليه من عن طريق هدول الشخصين رح نجيب معلومات وننشرها. وديروا بالكم على حالكم، والسلام عليكم.